يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله قائم ال محمد امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعطره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة البرنامج الذهبي إنه برنامج القريه, القرية الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك, ودينك إمامك، العبادة, العبادة الذهبية، رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك،, إمامك البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً, طلاقا بائنا, بائناً لا, لا رجعه فيه, فيه, فيه ان كنت, كنت راغبا في إمامك, امامك رساله من بغداد من الاخ العزيز ابو عبد الاعلى مضمون الرساله بخصوص ما تحدثت عنه في الحلقات الماضيه التي ترتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة، حيث تحدثت عن أن النص المعروف لدينا في كتب الأدعية والزيارات في مفاتيح الجنان على سبيل المثال، من أن النص المعروف لزياره الجامعه الكبيره قد تعرض لتحريف واضح وواضح جدا ومر الكلام في عده حلقات بهذا الخصوص رساله الاخ العزيز ابو عبد الاعلى اذا اردت ان اضبط الكلام نحويا يفترض ان اقول رساله الاخ العزيز ابي عبد الاعلى ولكنني اتحدث وفقا لقاعده البناء على الحكايه فاقول ابو عبد الاعلى في حاله الرفع وفي حاله النصب وفي حاله الجر بناء على الحكايه رساله ابو عبد الاعلى فيها ملاحظتان موجهتان لي الملاحظه الاولى من جمله ما تحدثت عنه فقلت من ان النص الذي جاء في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق اتحدث عن الكتب الموجوده في زماننا في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق جاء في هذا الكتاب ومن قصده ومن قصد الله اصل الجملة الكبيرة من اراد الله بدأ بكم ومن وحّده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم هذا هو الذي جاء في كتاب الفقيه في كتاب العيون قلت من ان النص الذي جاء في كتاب العيون ومن قصده توجه اليكم ابو عبد الاعلى في رسالته يقول هذا النص ومن قصده توجه اليكم جاء في بعض نسخ كتاب العيون وكلامه صحيح فقد ورد أيضا في بعض نسخ كتاب العيون بالضبط كالذي جاء في كتاب الفقيه فهناك نسخ موجودة بيننا من كتاب العيون فيها ومن قصده توجه اليكم. وهناك نسخ فيها ومن قصده توجه بكم. فهو يقول من انني ذكرت فقط ومن قصده توجه اليكم ولم اشر الى النسخ الاخرى التي فيها ومن قصده توجه بكم اذ ان هذا يعني لا نستطيع ان نقطع فنقول من ان كتاب العيون جاء فيه هذا النص ومن قصده توجه اليكم وانما جاء في بعض نسخه هذا الكلام صحيح وهذا الكلام يشكل به على اثنين انا قطعا لست احدهما سابين ذلك هذا الكلام يشكل به على شخص أعطى تعهدا في أنه يطبع كتاب العيون ويذكر فيه جميع النسخ الموجودة قطعا بحسب ما يتوفر لديه لا يمكن لاحد ان يقطع بانه قد امتلك او قد حصل على كل النسخ الموجوده في العالم في الارض وانما بحسب الذي يتمكن من الحصول عليه فإذا كان هناك من أحد تعهد من أنه سيطبع كتاب العيون وسيضمنه جميع الاختلافات التي وردت في النسخ المتاحة ولكنه ما فعل ذلك مع أن النسخ متاحة لدي فيُشكل عليه يقال له من أنك قد تعهدت بطباعة هذا الكتاب ومن أنك ستذكر ستضمن ستطبع كل الاختلافات التي جاءت في نسخ هذا الكتاب يضعها في الحاشيه يضعها في جدول معين للنسخ المختلفه بالنتيجه هو تعهد بذكر كل الاختلافات ولكنه ما فعل ذلك يشكل عليه هذا الاشكال وانا لست كذلك انا ما كنت في مقام تعهد لطباعه كتاب العيون وان اضمنه جميع اختلافات النسخ انا ما كنت هكذا هذا الاول واما الثاني الثاني الذي يحقق في النصوص بحسب الطريقة المتعارفة وهي الطريقة التي اخذها الاكاديميون وكذلك علماء الشيعة من المستشرقين وهي الطريقة نفسها التي اتبعها الاخ العزيز ابو عبد الاعلى الطريقه المعروفه بين الاكاديميين وبين علماء الشيعه في تحقيق النصوص لتحقيق المعاني انها طريقه المستشرقين بالنسبه لي انا لا اعمل بطريقه المستشرقين بل بحسب معتقدي لا يجوز شرعا ان اعمل بطريقه المستشرقين في تحقيق نصوص ديننا لان الطريقه هذه تؤدي الى نتائج ليست صحيحة في الأعم الاغلب لو كنت احقق بطريقة المستشرقين للنصوص يشكل علي هذا الإشكال أنا لا احقق بطريقة المستشرقين أنا احقق بطريقة العترة الطاهرة. أئمتنا بالنسبة للنسخ المخالفة للكتاب الكريم لا يعبؤون بها. حينما تكون النسخة مخالفة للكتاب الكريم ومخالفة للأصول الثابتة عند العترة الطاهرة فإنهم لا يعبؤون بها هكذا تعلمت منهم هذه الأحاديث في الكاف الشريف الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجره الطبعه طبعه دار الاسوه طهران ايران في الصفحه التاسعه والثمانين باب الاخذ بالسنه وشواهد الكتاب الحديث الاول عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا موطن الشاهد هنا فما وافق كتاب الله فخذوه خذوه اعتقدوا به اكتبوه اطبعوه اهتموا به وما خالف كتاب الله فدعوه فدعوه فالقوا به في المسبله فحينما اجد نسختين من كتاب العيون نسخه تقول ومن قصده توجه اليكم وهي التي تتفق مع القران ومع الاصول الثابته عن العتره الطاهره فانا اخذ بهذا النص واما النص الاخر فلا ابالي به فدعوه الحديث الثاني ابن ابي يعفور يسال امامنا صادق ابن ابي يعفور يقول سالت ابا عبد الله سالت صادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ماذا قال له الامام؟ الامام لم يقل له ارجع الى علم الرجال الامام لم يقل له ارجع الى علم الرجال ولم يقل له حقق في النسخ بطريقه المستشرقين قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله خذوا به والا فالذي جاءكم به اولى به فليذهب بما جاء فلتذهب تلك النسخه بالذي جاءت به سألت ابا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله خذوا به والا فالذي جاءكم به اولى به الحديث الثالث ايوب ابن الحر يقول سمعت ابا عبد الله سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول كل شيء مردود الى الكتاب والسنه وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف زخرف يعني مزور يعني باطل هذا هو الزخرف الزخرف هو المزور هو المموه بالباطل هو المحرف فماذا نصنع به المستشرقون يتعاملون مع النسخ المتعدده مثلما يتعامل عالم الاثار مع اللقى الاثريه هذه طريقتهم وهذه الطريقه اعتمدها الأكاديميون واعتمدها الذين يطبعون الكتب واعتمدها علماء الشيعة في تحقيقهم للنصوص هذه طريقة مخالفة بدرجة مئة بالمئة لمنهج العترة الطاهرة وأنا لا أعمل بها بل لا اجيز شرعا لنفسي ان اعمل بها يحرم العمل بها يحرم العمل بطريقه المستشرقين في تحقيق النصوص فيما يرتبط بديننا لا شان لي بمراجع حوزه طوسي مراجع حوزة الطوسي يعملون بهذه الطريقة ما هم يعملون بكل شيء المهم لا يكون من جهة أهل البيت مراجع حوزة الطوسي يرحبون بأي شيء بشرط أن لا يكون من قبل العترة الطاهرة وأنا بالنقيض منهم وأنا بالنقيض منهم لا أرحب إلا بشيء من عند العترة الطاهره هذا هو الفارق بين منهجي ومنهجهم ساحدثكم عن طريقه المستشرقين وعن طريقتي في التحقيق التي تعلمتها من ائمتي ساحدثكم في هذه الحلقه وكذلك في حلقه يوم غد وساتيكم بالامثله لكنني الآن بصدد الجواب على رسالة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما لم يوافق من الحديث القران فهو زخرف فهو باطل مزور فلماذا نحتفظ به ولماذا نهتم بذكره الحديث الخامس عن امامنا الصادق صلوات الله عليه خطب النبي صلى الله عليه واله بمنى فقال ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقل اذا كانوا لم إذا كانوا صلوات الله عليهم ما قالوا هذا الكلام في النسخ الأخرى من كتاب العيون أو من أي كتاب آخر لماذا أعبأ به ولماذا أهتم به ولماذا أحترمه وهو قول باطل المستشرقون طريقتهم يعبؤون به وانا لست مستشرقا ولا اعمل بطريقه المستشرقين انا زهرائي مهدوي اعمل بالطريقه المحمديه العلويه الزهرائيه هذا هو منهجي الحديث السادس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر فقد كفر فإذا جاءت الأحاديث مخالفة لكتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه واله مخالفه للاصول الثابته من دين العتره الطاهره فانها في صف الكفر فلماذا اهتم بالكفر حينئذ ولماذا اعبا بتلك النصوص الكافره لو كان الامر لي واعمل كما اعتقد فانني ساقوم بحذف تلك الاحاديث وبازاله تلك النسخ لكن الامر ليس لي وفي بعض الاحيان مجاراه للاخرين اذا كان المقام مقاما للجدل والنقاش فإنني أعتمد هذه الطريقة لكن لا أعتمدها في استخراج حقائق الدين في استنباط التفسير أو في استنباط العقائد أو في استنباط معارف أهل البيت او في استنباط الفتوى فانني لا اعتمد طريقه المستشرقين واعدها طريقه باطله لا يجوز استعمالها ولا يجوز الرجوع اليها ونتائجها باطله لان ال محمد صلوات الله عليهم وضعوا لنا برنامجا في التحقيق اولا بايعناهم ان نلتزم بمواثيق بيعه الغدير وثانيا ارجعونا الى القرآن وجعلوه قاعده معلومات لنا وثالثا فسروا القرآن لنا ووضعوا لنا منهجا تفسيريا خاصا لا نستطيع ان نتجاوزه وموضوع التفسير هذا موضوع مفصل ليس المقام للحديث عنه ثم صاغوا زياراتهم وادعيتهم بهندسه معينه ونظموا حديثهم وفقا لطريقه المعاريض وجعلوا لنا قواعد لحن قول هذه القواعد خاصه بهم مثلما اخذ علينا رسول الله الميثاق هذا علي يفهمكم بعدي وفوق كل ذلك فتحوا لنا باب التوفيق ويا ليتنا كنا من الداخلين في هذا الباب من أن الفقيه لا بد أن يكون محدثا والمحدث هو المفهم المفهم ما علاقته باختلاف النسخ لا يعبأ بها وإنما يبحث عن الحقيقة هذه طريقه العتره الطاهره طريقه التحقيق عندي هي هذه بالاجمال قطعا هناك الكثير من التفاصيل المقام ليس منعقدا للخوض في هذه التفاصيل من هنا فانني ما اعطيت بالا لما جاء في نسخ كتاب العيون الاخرى وانما اعطيت بالا للنص الصحيح الموافق للقران وللاصول الثابته من معارف العترة صلوات الله عليهم فهذا الكلام يا أبو عبد الأعلى لا يوجه إلي هذا يوجه لواحد من اثنين إما أن يكون قد تعهد ب طبع كتاب العيون وان يضمنه جميع النساخ وانا لست كذلك لو كان الامر لي فانني اجعل الكتاب نسخه واحده وهذا الهراء والزخرف الباطل القي به في المزبله لكن الامر ليس لي والثاني هو الذي يحقق في النصوص ويحقق في الدين بطريقة المستشرقين وأنا لست كذلك أنا رفض هذه الطريقة رفض لا بالجملة والتفصيل فطريقتي هي هذه التي بينتها بالإجمال قبل قليل هذه الطريقة تعتبر النسخ الأخرى باطلا وزخرفا وكفرا مثلما قرات عليكم الاحاديث من الكافي الشريف هذا هو ديننا هذه ثقافه العطره على الاقل التي اعتقد بها انا ولا شان لي بالاخرين فانني لا احاسب عن ثقافه الاخرين وكذلك الاخرون لا يحاسبون على ثقافتي أنا أحاسب على ثقافتي وفهمي وعلمي وعقلي والآخرون يحاسبون كذلك وفقا لثقافتهم ومعرفتهم وعقلهم وعلمهم نذهب إلى فاصل عن زائدة, زائدة بن قدامة. قدامة عن عبد الكريم عن قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد, من, مناد السماء من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال, على سؤال لجابر الجعفي, الجعفي متى, متى يكون, هذا يكون هذا الأمر فقال أن, أن يكون, يكون ذلك يا جابر ولما, ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيره, الحيرة والكوفة, والكوفه الملاحظه الثانيه في رساله الاخ العزيز ابو عبد الاعلى من جمله ما تحدثت به ايضا وانا اتناول مساله تحريف زياره الجامعه الكبيره قرات كلاما من مستدرك الوسائل للمحدث النوري وقلت من ان الكلام هذا هو للسيد ابن طاووس وقد ذكره في كتابه فلاح السائل النسخ المتوفره بين ايدينا ليس فيها هذا الكلام وقلت من انني قد قراته في نسخه كانت عندي من هذا الكتاب من كتاب فلاح السائل ومن انني اتذكر انني قد قرات هذا الكلام فيها الكلام موجود في مستدرك الوسائل للمحدث النوري وقد قرأته في الحلقه في وقتها من كتاب المحدث النوري لكنني نسبت الكلام إلى ابن طاووس السيد ابن طاووس ونسبته إلى كتابه فلاح السائل وقلت من ان الكلام هذا قد قراته انا في نسخه كانت عندي من هذا الكتاب انا اشير الى الثمانينات هذه النسخه كانت عندي حينما كنت في مدينه قم في الثمانينات هذا هو الذي مركوز في بالي وفي ذهني النسخه ليست متوفره لدي الكلام موجود بنفسه في كتاب المحدث النوري وقراته من الكتاب المركوز في ذهني ان الكلام هذا للسيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل واتذكر انني قراته في نسخه من طبعه حجريه من كتاب فلاح السائل في الثمانينات حينما كنت في مدينه قم هذا هو الكلام الذي ذكرته وهو يشتمل على ان الشيخ الصدوق يختصر الاحاديث بعباره اخرى يعبث بالاحاديث وانا رفضت هذا الكلام رفضت ان الشيخ الصدوق يعبث بالاحاديث وانما قلت اما ان الصدوق نقلها كما وجدها او ان العبث حدث بعد ذلك في كتبه مثلما حدث العبث في الزياره الجامعه الكبيره لان المحدث النوري نسب التحريف الى الصدوق وانا رفضت ذلك قلت لا اجد دليلا يدل على ان الصدوق هو الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره وانما اتهمت الطوسي قلت من ان الطوسي هو الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره وذكرت ما عندي من القرائن هذا الكلام مره ولا اريد ان ادخل في تفاصيله ملاحظه الاخ العزيز ابو عبد الاعلى يقول من ان الكلام هذا ليس لابن طاووس هذا الكلام للمحدث النوري ومن انني كنت مشتبها في نسبته الى ابن طاووس فالكلام هذا هو للمحدث النوري وليس لابن طاووس ويقول ايضا من انه تتبع النسخ التي استطاع ان يتصفحها وان يصل اليها فما وجد فيها هذا الكلام بالنسبه لي المركوز في ذهني هو هذا الذي قلته وليس عندي من شك في ذلك لكن النسخه من فلاح السائل ليست متوفره لدي الان الذي يتوفر لدي هو ما بقي مركوزا في ذهني وفي ذاكرتي وحافظتي ومع ذلك فان الكلام قد رفضته وما رتبت عليه اثرا لانني لم انسب التحريف الى الصدوق اضع احتمالا واحدا من باب الانصاف العقلي لانني لست معصوما يمكن ان يكون كلام الاخ العزيز ابو عبد الاعلى يمكن ان يكون صحيحا لكن فيما بيني وبين نفسي ليس عندي من شك في صحه كلامي وانما وضعت هذا الاحتمال وضعت احتمال قبول كلام ابو عبد الاعلى من جهه الانصاف العقلي عقلا بما انني لست معصوما حتى وان كنت اجد نفسي مطمئنا للذي في ذاكرتي احتمال الخلط بين المعلومات وارد جدا فانا اتحدث عن فتره زمنيه ليست قريبه اتحدث عن الثمانينات واتحدث عن معلومات متشابهه وعن كتب متقاربه وعن حافظه بدا الزمان يهلهلها شيئا فشيئا وعن معلومات كثيره متشابهه في الذاكره وفي الحافظه يمكن أنني قد خلطت في المعلومات وحدث هذا التصور المركوز في ذهني أقول هذا لأنني لا أمتلك النسخة الآن بيدي وأقول هذا من باب الإنصاف العقلي لأننا لا نملك عقولا معصومة ولا نملك حافظه معصومه لا انا ولا غيري لكنني مع ذلك اصر على الذي قلته لان المركوز في ذهني هو هذا حتى يتغير هذا المركوز في ذهني حينئذ ساغير رايي اما الاخ العزيز أبو عبد الأعلى فما وصل إليه من خلال مراجعته لبعض نسخ كتاب فلاح السائل هذا أمر يخصه راجع إليه تلك قناعته وهذا بحثه وهذا اطمئنانه لكنني أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى أنت لا تستطيع أن تحكم حكما نهائيا إلا أن تقطع بأنك قد اطلعت على كل نسخ كتاب فلاح السائل وهذا لا أعتقد أن أحدا يقطع به انما تقطع وفقا للنسخ المتاحه لديك وتجعل قطعك واطمئنانك بشرط هذه النسخ المتاحه اما ان تقطع قطعا نهائيا فانك لن تستطيع ذلك لانك لم تطلع على كل النسخ وانما اطلعت على النسخ المتاحه وحتى اذا افترضت من انك قد اطلعت على كل النسخ التي هي في عالمنا على الارض فكيف تقطع من ان النسخ هذه ليست محرفه هذا عالم الكتب انه عالم التحريف وعالم التغيير وعالم التبديل وعالم التزوير نسبه التحريف في الكتب في كل الكتب نسبه كبيره جدا انا اقول هذا من خبره طويله ومن تجربه طويله اقول هذا بالنسبه لما اتبناه ولا افرض قولي على احد عالم الكتب عالم محرف اذا كان الحديث عن المكتبه الشيعيه فهي مكتبه محرفه واذا كان الحديث عن المكتبه السنيه فهي مكتبه محرفه واذا كان الحديث عن المكتبه العربيه فهي مكتبه محرفه اقول هذا عن اطلاع عن اطلاع واسع في المكتبه العربيه بشكل عام وفي المكتبه السنيه وفي المكتبه الشيعيه عالم الكتب في هذه المكتبات عالم ينتشر فيه التحريف وحتى في المكتبات الاخرى لكن الحديث الان في اجواء كتبنا الشيعيه فمن اين تاتي بضمان من ان النسخ التي قد اطلعت عليها ليست محرفه لا يوجد ضمان لا عندي ولا عندك على ان النسخ التي عندنا ليست محرفه فنسخ كتاب العيون نسخ محرفه ونسخ فلاح السائل نسخ محرفه ونسخ كتاب الفقيه نسخ محرفه وهكذا بقيه النسخ من هنا من هنا فإن الأئمه ربطونا بالروايه وليس بالكتابه وإنما جعلوا الكتابة عاملا مساعدا عاملا معينا ربطونا بالرواة ويفترض بالرواة أن يحفظوا النصوص أو أن يحفظوا المضامين بشكل دقيق لأن الكتابة لن تكون بنفس درجه الروايه الروايه المرويه الملفوظه لها الاولويه ولها الاسبقيه على الروايه المكتوبه على الورق اهتمامنا الاول والاخير بالمضمون المضمون هو الذي يعرض على الكتاب اختلفت النسخ لم تختلف النسخ تلك اهتمامات المستشرقين والذين يتبعون طريقته انا اقول للاخ العزيز ابو عبد الاعلى رسالتك هذه مكتوبه في صفحه واحده في عدد محدود من السطور ويبدو انك اجهدت نفسك في ضبطها وفي ترتيبها وهي فعلا رساله جميله رساله جميله مرتبه منسقه ويحق لك ذلك لأنك أرسلتها إلى شخص كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية داز فد واحد خنقينا أنا اللي أقول عن نفسي مو أنت أنت داز فد واحد خنقينا فلا بد أن تعتني بها وفعلا انا اقول انا قنقينه انا عباره عن مجموعه من المشاكل تكور بعضها على بعض فتدحرجت على الارض فصارت انسانا فكنت انا فمن الحكمه للذي يبعث لي رساله ان يدقق فيها وهذا هو الذي انت فعلته رسالة جميلة جميلة في تعابيرها مؤدبة جدا ومنسقة ومرتبة في طباعتها وهي تتألف من ثلاثة مقاطع المقطع الاول المقدمة المقطع الثاني الملاحظة الاولى المقطع الثالث الملاحظة الثانية لكنني اقول لك يا ابا عبد الاعلى منادى مضاف يا ابا عبد الاعلى منادى مضاف يا ابا عبد الاعلى اقول لك مع كل الدقه والمراعاه والانتباه فان رسالتك فيها الكثير من التحريف وسابين لك على سبيل الملاطفه والمجامله قطعا هذا من الغفله وكلنا نحن محكومون بالغفله وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم في المقطع الاول في السطر الاول يفترض في السطر الاول ان يكون الكاتب منتبها جدا خصوصا اذا كان قد استوفز اعصابه كي يكتب رساله دقيقه فجاء التحريف النحوي بشكل واضح انت هكذا قلت في السطر الاول في البدء لا يمكنني الا ان اقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لما تقدموه وما تكشفوه من حقائق والصحيح لما تقدمونه وما تكشفونه من حقائق فهذه امثله خمسه وليس هناك من ناصب او جازم كي تحذف النون لو كان هناك من ناصب او جازم لصح الكلام لما تقدموه وما تكشفوه ولكن ليس هناك لا من ناصب ولا من جازم لا على مستوى الحروف ولا على مستوى الجمل فالصحيح لما تقدمونه وما تكشفونه من حقائق الى اخر ما جاء في المقطع الاول وليس هذا بشيء مهم فانا اخطئ اكثر منك لانني اتكلم اكثر منك الذي يتكلم كثيرا يلحن كثيرا ويخطئ كثيرا ويشتبه كثيرا هذه الاخطاء النحويه طبيعيه جدا ولكنني اردت ان الفت نظرك الى انك كنت مهتما بكتابه الرساله ومع ذلك اخذتك الغفله وهكذا تاخذني الغفله وتاخذ الاخرين المقطع الثاني المقطع الثاني وهو الملاحظة الأولى من رسالتك يتألف من ثمانية أسطر حيث الحديث عن التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة وقد نقلت ست مرات نصين من الزياره الجامعه الكبيره بحسب اختلاف النسخ ومن قصده توجه بكم نقلت هذا النص مرتين وقد كتبته بعنايه فائقه وضعت النصوص بين اقواس وطبعتها بطريقه البولد ربما بعض المشاهدين لا يعرفون طريقه البولد في الطباعه هو ان تطبع النصوص بخط يكون اكبر حجما من الخطوط التي تسبقه وتاتي بعده لتمييز النصوص ولون الحبر يكون مركزا ابو عبد الاعلى هكذا فعل باعتبار هذه نصوص وضعها بين الاقواس وطبعها بطريقه البولد بحجم اكبر وبلون مركز اكثر فهذا النص ومن قصده توجه بكم أثبته مرتين ولكن أقول لك للأسف لقد حرفته في المرتين حرفته تعريفا كاملا لأنك هكذا قد طبعته من أراد الله توجه بكم أصل النص ومن قصده توجه بكم انت تتحدث في هذا المقطع عن التحريف وانت حرفت الزياره قطعا من غفله انت لست متعمدا فهذا النص ومن قصده توجه بكم انت ذكرته مرتين محرفا هكذا قلت من اراد الله توجه بكم والاصل ومن قصده توجه بكم. اما النص الثاني ومن قصده توجه اليكم فقد ذكرته اربع مرات ايضا ما بين الاقواس وبطريقه البولد خط اكبر ولون مركز. فقد حرفته في المرات الاربع ايضا الاصل ومن قصده توجه اليكم اما انت فقد طبعت هذا اربع مرات من اراد الله توجه اليكم فانت في هذه الاسطر الثمانيه نقلت عن الزياره الجامعه الكبيره ست مرات وحرفت هذه المرات الست ولم تثبت نصا صحيحا واحدا قطعا انت لست متعمدا هذه غفله انا جئت بهذا مثالا ليس الا هذا في المقطع الثاني في المقطع الثالث كذلك هناك تحريف في السطر الثامن الكلام الذي انت قلت من انني قد اشتبهت في ذكره فهو للمحدث النوري وليس لابن طاووس وهو ان الصدوق يختصر الاحاديث انت جعلت ابن طاووس يختصر الاحاديث الذي يختصر الاحاديث فيما تحدثنا عنه هو الصدوق وليس ابن طاووس هكذا قلت من نهايه السطر السابع وبالنتيجه فانما ذكر في مستدرك الوسائل عقب كلام ابن طاووس السابق من ان ابن طاووس اختصر الحديث ابن طاووس لم ياتي الكلام عنه من انه اختصر الحديث وانما الصدوق هو الذي اختصر الحديث فانت وضعت ابن طاووس بدلا من الصدوق فهذه صفحة واحدة يا أبا عبد الأعلى تشتمل على ثلاثة مقاطع جاء فيها كل هذا التحريف فأنا لك أن تضمن سلامة النسخ التي اطلعت عليها من التحريف النسخ محرفة والكتب محرفة ونحن محرفون ايضا انا وانت فأنا محرف ايضا وانت محرف ايضا. تحياتي للاخ العزيز ابو عبد الاعلى ولعائلته الكريمة واتمنى ان اراك على خير في قادم الايام ان بقينا احياء اسالك الدعاء ولك مني كل التمنيات نذهب الى فاصل عن